ولات تستوت قلعة سرعونة وهاد الفرقة تتشاغل تحت لواء جمعية ولات تستوت لفن عزيزة ترمى وإحياء التراث الشعبي. الدورة الحادية عشر حنا مجموعة عبيدة ترمى كيما شفتو دوزنا هاد الأمسية مع ناس مراكش والمحبين ديال الأغنية الملتزمة. وحنا كنا كضيوف او كفرقه موازيه للنشاط ديال المهرجان وحنا جد فرحين ومسرورين جينا من قلعه سراغنا باش نبينوا واحد التراث اللي هو ديال عبيده ترمى اداء ورقصا وغناء وجينا مثلنا البلاد ديالنا مع الناس ديال مراكش في هذا المهرجان. قربنا شويه من الصوره ديال عبيده ترمى. عبيده ترمى تتجلى في الرقصات والاداء والاغاني وعندها واحد الايقاعات خالده وعندها واحد الرقصات كل رقصه لها معنى وعندها واحد الطابع بدوي كما تنقولوا الجهه ديال القلعه السراغنا وفريبرا وتصن كاع هذاك الشرق راه غادي في هاد التراث التالية لأن احنا تنحافظوا عليه كشباب وخديناه وتشيخنا على شيوخ باش نشاركوا فيه في مهرجانات وحفلات وسهرات كبرى وشاركنا في عدة مهرجانات وتقريبا هذه هي الدورة الثالثة لينا حنايا وتنشاركوا في هذا المهرجان وحنا جد مسرورين لأن هاد الناس ديال المهرجان حبوا فينا واحد التراث وجابونا حتى حنا جيت مسرورين باش نشوفوا الناس ديال مراكش وباش نشوفوا الجمهور ديال مراكش. شي كلمة أخيرة؟ وتنشكر جنود الخفاء وتنشكر الصحافة وتنشكر كل كبير وصغير واقف على هذا المهرجان الغواني في الدورة ديال 11. والاسم الفني راه تسناوة بنا. عادي تسناوة عادي. دوزت مع واحد 25 عام ويا سلام على الاسم هذا في سنوات زعما واحدة ولكن الإخوان كل واحد في بداتو البحور بداتو الواج العاتية كل واحد فيه شهر لأسباب معينة ولظروف معينة المستحسن انني لا اتكلم معها واتكلم معها في الفرصه القادمه ان شاء الله. حضور جميل جدا وله دلالات كثيره جدا لان المهرجان هذا بالنسبه لي انا وبالنسبه لكاع الفنانه كلهم انا بديت مراكش اعطت شيء الكثير لا من ناحيه الفن الغنائي ولا من ناحيه الثقافه لا من ناحيه السينما ولا من ناحيه المسرح لان هاد مراكش هي جميله وجميله بابنائها وشخصياتها الفنيه والثقافيه وهذا المهرجان يكرس عدة أشياء وعدة أهداف شحال من مرة غنيتي في الخشبات ديال المسرح الملكي لأن علاش؟ باش غادي شحال من مرة شاركت شحال من مرة بغوني الناس شحال بغوني الشعب بغوني كل شيء الشعب المغربي لأن دائما أنا كنقول الختتام وهذا الختتام في شي حوايج زوينين وسعد حفيظ البنوي كيعرفهم حتى الجمهور حتى الفنانة حتى المجموعات الغنائية اللي جميلين جدا واللي عطاهم بزاف تبارك الله عليهم كاملين مجموعات اللي ما تنصغوش اصلا ولكن الجمهور ينصف والله ينصف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.